الفيديو ده عبارة عن رسالة تحذير لجماهير النادي الأهلي وجماهير الترجي التونسي اللي هيحضروا مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت في استاد القاهرة. خلي بالك في مجموعة من المحظورات، مجموعة من الممنوعات، لو حضرتك كان معاك أي حاجة فيها فأنت هيتقبض عليك، واللي بيتقبض عليه في الأحداث دي كلنا شايفين معتقل التيشيرت، كلنا شايفين الشباب بتوع ماتش الأهلي والرجاء قبل كده، كلنا شايفين النظام المصري بيعمل إيه مع اللي بيرفع علم فلسطين او بيعمل حاجه مخالفه. التعليمات اللي قالتها الهيئه العامه لاستاد القاهره ان انت لازم يبقى معاك الفان اي دي ولازم يبقى معاك التذكره بتاعتك، ولو مش معاك لا تتواجد في محيط استاد القاهره. لكن الحقيقه في مجموعه من الممنوعات اشار اليها الصحفي الرياضي او المحلل الرياضي عمرو الدردير اللي اتكلم: يا جماعة في مجموعة من المحظورات، منها أي أعلام سياسية، والحديث هنا عن علم فلسطين، منها أي حاجة غير أعلام النادي الأهلي وأعلام النادي الترجي، منها الزجاجات الصلبة، منها مش عارف التلج اللي بيبقى عامل زي الطوب، منها الشماريخ، منها التيشيرتات مكتوب عليها رقم 22، معرفش ده إشارة لتيشيرت أبو تريكة أو رقم أبو تريكة ولا لأ، منها رقم 20 الشهداء الألتراس وايت نايتس في الدفاع الجوي، منها تيشيرتات عليها 74 أو 72 العدد المختلف عليه في عدد شهداء النادي الأهلي في مذبحة بورسعيد في 2012، وبالتالي في أعداد كبيرة من المحظورات محدش يعملها وخاصة علم فلسطين. اللي هيحصل ايه؟ ان انت لو دخل معاك او مسكوا معاك حاجة زي كده فحضرتك هتتحاكم، حضرتك هتتحول للنيابة العامة، حضرتك هتتهم بان انت بتنتمي لجماعة محظورة وبان انت بتثير الشغب، وهتقضي شهور ويمكن سنين في السجن. طيب مين المسؤول عن المسخرة دي؟ مين المسؤول عن العرضة؟ الحقيقة يا جماعة انه الهيئة العامة لاستاد القاهرة والجماعة متعاقدين مع حاجة اسمها المجموعة الأفريقية للتأمين. المجموعة الأفريقية للتأمين هي شركة لطيفة جدا تأسست وكتبة على موقعها الرسمي ان هي تأسست لدعم جهود وخطة الدولة في رؤية 2030، وزي ما انتم شايفين كده خطة ورؤية الدولة ان احنا بنمنع اعلام فلسطين من الاستاد وبنقبض على الجمهور وبنضيع مستقبل الشباب الصغير. الشركة دي رئيس مجلس الإدارة بتاعها لواء اسمه محمد نبيل الدسوقي، والأعضاء المجلس التنفيذي بتاعها والعضو المنتدب عميد اسمه محمود القاضي ولواء تاني اسمه محمود طاهر. المفاجأة انه قيادات المجموعة الافريقية للتأمين دي اللي هي الشركة اللطيفة الكيوت اللي بتمنع علم فلسطين كلهم تقريبا او معظمهم اعضاء او قيادات في حزب مستقبل وطن، جيس وات الحزب ده اللي هو واخد الاغلبية في البرلمان، الحزب ده المخابرات العامة المصرية عاملاه، الحزب ده اللي هو بيدعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل حاجة. فحضرتك بتتكلم عن شركة تقريبا كده بتفخر ان هي ليها علاقات بوزارة الداخلية وبتعمل معها انشطة، تقريبا المخابرات اللي عاملاها، تقريبا يعني النظام اللي عاملها. فانت لو عملت اي حاجة او رفعت علم فلسطين فانت بتصطدم مع شركة النظام اللي عاملها، يعني انت بتصطدم مع النظام، فمستقبلك مش لعبة الحقيقة. حاول يعني تخلي بالك من نفسك، وده الكلام اللي قاله الاستاذ عمرو الدردير امبارح على تويتر. فوانت رايح الماتش بتاع يوم السبت اوعى تتحمس زي ما جمهور الترجي التونسي اتحمس كده وعمل التيفو والدخله العظيمه اللي دعموا فيها غزه ودعموا فيها اهلنا في فلسطين. الكلام ده مش مسموح في مصر يا عزيزي. انت بتلعب الماتش ده كان انت بتلعب وبنيامين نتنياهو هو اللي بيحكم مش عبد الفتاح السيسي. فخلي بالك احنا عندنا مشكله في مصر الحقيقه، النظام والمجموعه الافريقيه عندهم حساسيه شويه من علم فلسطين، فما ترفع لهمش علم فلسطين لان بيخافوا منه. بس لو حد قال لك انه لا الكلام ده مش صح ولا يا جماعه وارفع العلم، اوعى تصدقه لان هيقبضوا عليك. وانت بتعمل ده وانت بتسيب العلم في بيتك وبتروح من غيره، اوعى تنسى ان الدوله المصريه والاعلام المصري والرئيس المصري والمخابرات العامه المصريه داعمين للقضية الفلسطينية، وهم أقوى حد واقف في ظهر أشقائنا في فلسطين، وإن هم دلوقتي متخانقين مع إسرائيل، وإن هم دلوقتي يعني مورين إسرائيل العين الحمراء وبيتكلموا إن إحنا يمكن نحارب ويمكن نشتبك ومحدش يختبر مصر. طب يا جماعة ما تسيبوا الجمهور يرفع علم فلسطين في المدرجات؟ لا، إحنا بنخاف من علم فلسطين، بس إحنا داعمين للقضية الفلسطينية، أوعى تنسى. فيا عزيزي المشجع المصري أو التونسي خلي بالك من نفسك، لأن إحنا عايشين في عالم غريب جدا مصر فيه أو النظام المصري فيه بيخاف من علم فلسطين.